لكن خلينا نبدأ كذا نتكلم عن مسيرتك، واللي أعتقد يعني أنت غني عن التعريف الله أستاذ عبد يسلمك. الله، ما بين منتج وممثل ومؤلف. لازم نسألك هذا السؤال، والسؤال التقليدي، أي واحد في هذول الثلاثة أنت تفضل بالعادة؟ الممثل ممثل، ليش؟ طبعا، لانه انا ممثل، انا احب التمثيل، وبداياتي منذ الطفوله مع التمثيل، يعني لي قصه مع التمثيل. في المراحل الدراسيه الاولى كان اكره مواد عندي الرياضيات، اللي هو كان الجبر وحساب كلنا وهندسه، وكنت شاطر في النصوص والقواعد النحو والصرف. والنحو والصرف الحاجات دي، كانوا يجاملوني المدرسين لاني كنت اشيل عنهم اهم المسرحيات وتاليفها وشغلها، ويساعدوني في الجانب الاخر على الحفه يعني. اي فالتمثيل معايا بدا من الطفوله يعني. الانتاج، انا دخلت الانتاج مجبر لانه ما كان فيه الفرص انك تلقى عمل انك تنتج لنفسك. فهذه يعني السبب. لا انا والله الانتاج ما دخلته يعني الا مجبر يعني مجبرا يعني. اخاك الابض. بالضبط. يعني اكيد في شيء استفزك في الساحه زي ما ذكرت، انه في نقص في الانتاج، او انه ما في احد انتج لك عشان كذا انتجت، ولكن برضه اهتميت بالمسرح والمسرح النسائي تحديدا، وانتجت للمسرح، وكنت من اوائل الفنانين اللي اهتموا بانتاج مسرحيات للسيدات. اولا الشكر بعد الله لاماره منطقه الرياض. المراه شريكه الرجل في الحياه، وكانت مظلومه في هذا المجال. الحمد لله الان اختلف كل شيء. نعم. والمراه اصبحت شريكه الرجل بشكل حقيقي. فانتجنا يمكن اكثر من 7 مسرحيات كانت نسائيه كامله، عشان نعطي المراه فرصه انها تحضر المسرح وانها تمثل وانها تشارك. ممتاز. ولكن الحمد لله الان الاوضاع كيف تشوف الان الوضع، وضع الحركه الثقافيه المسرحيه تحديدا؟ الى الان بصراحه المسرح السعودي والدراما السعوديه ليست على مستوى النهضه اللي تعيشها المملكه بامانه يعني. يعني في كل المجالات الموسيقيه والغناء وصناعه الافلام برضو بداوا يشتغلون، لكن المسرح والدراما ما هي على مستوى التطور اللي تعيشه البلد صراحه، اقل بكثير يعني. المفروض الطموح اعلى. وش السبب بنظرك يعني، ليش؟ المشرفين على صناعه الدراما والمسؤولين فاشلين في البلد. اولا ما هم متخصصين، في ممثلين موهوبين في البلد، لكن كل ما يمسك مثلا قيادي مسؤول عن الدراما في جهة معينة، المفروض هذا الرجل يكون متخصص ويدرك أهمية الدراما في صناعة التاريخ، في توجيه الرأي العام. يعني مثلا لو نشوف أمريكا سيطرت على العالم من خلال أفلامها السينمائية. الأتراك سوقوا تركيا من خلال أعمالهم الدرامية. صحيح. الهند، دول كثيرة جدا. عندنا المسؤول عن الدراما هو أضعف الحلقة الضعيفة اللي ما هو عارف كيف يتعامل مع هذا الموضوع. ثانيا صناع المحتوى الى الان ما وصلوا الى مرحله النضج، انهم يقدمون اعمال قويه جدا تمثل هذا البلد الكبير، هذا البلد المتناميه الاطراف، البلد اللي فيها مناطق سياحيه، فيها موروث كبير جدا. شغلتنا نعمل اعمال خفيفه كوميديه وضحك وتهكم وخرابيط تجاري ليس لها علاقه بامانه. المملكه اكبر من كذا بكثير.